شو اخبارك؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. لا تركم فيديو جديد، وفيديو اليوم بنكمل على وصفات المشتركين لصنع سلايم. طبعا اخترتلكم هذه الوصفة، ومثل ما تشوفوا الوصفة بس تحتاج صابون صحون وبياض بيض. وات؟ متخيلين نسوي سلايم ببياض بيض وصابون صحون؟ حيل استغربت لما قرأت هذه الوصفة، حبيت الوصفة وحسيت انها غريبة فقررت اني اجربها. ويلا عشان ما اطول عليكم يلا نبدأ. هذا بياض البيض، طبعا ما صورت وانا اكسرها عشان ما اجيب العيد وياكم. شوف شلون من البداية أصلا هم وبياض البيض متماسك شوي مع بعض. أوكي، الحين ببدأ أحط صابون الصحون بالتدريج شوي شوي. شوف شلون كل ما انا خلطت اكثر كل ما يبدا يتماسك اكثر. شوفوا يعني بعده يعتبر سايل، بس انا بزيد الحين صابون وبشوف. شكلها زدت واجد، ايوه شكلها بدا يضحك. شوف شلون هو صار ثقيل، بس ما بعد يعني ما بعد احس انه يتماسك، فانا قررت اني اغطيه واحطه في الثلاجة بشوف بعد فترة ايش كيف يصير. شوف ايش كيف صار. اوكي يلا ارجع لكم لما نشوف وش اسوي فيه. ورجعت لكم، تخيلوا بعد كم يوم كامل سويت هذا السلايم امس بالليل، قلت بخليه يوم كامل في الثلاجة، الحين اليوم الثاني بالليل. فشوفوا شوي صار كنا يعني متماسك، يعني ما ادري انا ما ادري اتوقع على بعض. انتوا ايش رايكم اذا انا بجرب المساء؟ اوه ماي جاد، ولكن سلايم. لحظة ما ضبط. ما ضبط، اتوقع لازم احط فيه برسيل. شوفوا ايش كيف، ما اظن ضبط، يمكن اذا زدت برسيل اذا حطيت عليه برسيل يمكن يضبط. جرب يعني شوفوا ايش كيف. يعني هو حلو بس ما هو سلايم، وريحته ما في ريحة بيض أبد، بس يعني نفس الصابون بالضبط، لكنه ما ضبط. شكرا. أعطيه 6 من 10، لا 5 من 10. أوكي شوف إيش كيف أنا خلطته. آخر فرصة الحين، قررت أحط برسيل وبشوف كأنه يضبط. يلا نحط. Oh my god بيت واجد. طيب نجرب شكله بدأ يضبط.
يعني احسن شوي، بس اتوقع لازم ازيد برسيل. انا زدت برسيل ولا ضبط، بعدين زدت غير شفاف وشوف ايش كيف بدأ يتماسك، فقلت اني ازيد شوي زيادة واشوف ايش كيف يطلع. اوكي بدأ يضبط، اشوف. شوف ايش كيف بدأ يصير، يجنن. نبدأ المسافة يدي. لمس غريب. واو. يعني بدأ هو يضبط شوي، بس يحتاج بعد زمر. يعني تقريبا بزيد غرة، ما ضبط عدد زي كذا. شوف ايش كيف النتيجة النهائية، يجنن. زدت برشيل صمغ الى ما صار زي كذا، ضبط وحلو حيل. ساكن فيه جنن. يعني انا ما توقعت انه بيضبط، كما اقول انه خلاص ازيد صبر الصمغ برسيل ويضبط. يجنن، شوف ايش كيف. اوكي هو السلايم حلو، بس انا صراحة اعطيه 4/10. ليش؟ لان السلايم هو ما مكتوب اني ازيده غرة وبرسيل، انا زدته من عندي. فانت لو تعرفوا ليش ما ضبط معي اكتبوا لي في التعليقات، لان هذه الوصفة بالذات تكررت علي بالتعليقات، بوجد كتبها، فانتوا اكتبوا لي ليش ما ضبط معي. وبس هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله انه عجبكم. ان شاء الله بنكمل في وصفات المشتركين لصنع سلايم، لان انا اشوف انه في واجد تعليقات يكتبوا لي وصفات سلايم، فانا حبيت اني اكمل على سلايمات، يعني كل اسبوع ان نشوف فيديو سلايم. بس لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. باي.